والوقوف في أكثر حول تفاصيل هذه الزيارة ينضم لي مراسلنا سعيد العفاس المختص في الشأن الأفريقي. مرحبا بك سعيد. يعني بداية، ما هي أهمية هذه الزيارة وإلى ماذا تهدف وماذا تحمل معها أيضا؟ أعتقد أن هذه الزيارة تأخرت إلى ما بعد خطاب 20 من هذا الشهر بمناسبة ذكرى ثورة الملك الشعب، لأن كان من المؤمل أن تأتي وزيرة الخارجية الألمانية قبل هذا الموعد، لكن المغرب طلب تأجيلها لغاية في نفسه عقوب. لماذا؟ لأن الخطاب الذي جاء به الملك أكد بأنه لا مندوحة لأي تواصل أو شراكة مع أي دولة إلا بإدخال الصحراء والاعتراف بالصحراء، ومن لا يعترف بالصحراء لن تكون هناك شراكة مزدوجة ما بين الدولتين. لذلك عندما جاءت وزيرة الخارجية الألمانية يوم الأربعاء أمس إلى المغرب تؤكد بأنها تعترف بالحكم الذاتي الذي نادى به المغرب وبمرية الصحراء، وبالتالي تذهب في اتجاه استئناف العلاقات من جديد وربط صلات واتفاقات جديدة، بحكم أن ألمانيا هي خامس دولة شريكة من الاتحاد الأوروبي مع المغرب. لذلك ألمانيا تبحث لها من جديد عن موقع قدم مع المغرب، وهو اعتذار غير رسمي للمشاكل التي قادتها ألمانيا رفقة بعض الدول بسبب قضية ملف الصحراء. نعم، السؤال سعيد، يعني كيف يمكن تسوية يعني أو لربما الاعتراف من جهة في المقابل؟ يعني هناك ملف الجزائر العالق، وهناك مصلحة أوروبية تتقاطع اليوم مع الجزائر تتعلق أيضا بموضوع الطاقة والغاز، ونحن نشاهد اليوم ماكرون يصل إلى الجزائر وهناك ملفات متشابكة. السؤال كيف يمكن تسوية ذلك من جهة الاعتراف بحقية المغرب في الصحراء في المقابل الحفاظ على الموقف مع الجزائر وعدم أيضا خلق نوع من التوتر مع الدول الأوروبية؟ أعتقد كل دولة تعمل بالمقولة الشهيرة، ليس للدولة أعداء وإنما ولا لها أصدقاء وإنما المصالح متبادلة. كل دولة تبحث لها عن مصالح متبادلة مع الدول المجاورة، حتى وإن كانت دولة معادية فهي تحاول أن تخفض منسوب التوتر لكي تستفيد من مصالح أخرى. طبعا ألمانيا تحاول كذلك أن تربط صلات مع الجزائر من أجل، ليس من أجل سواد عيونها ومن أجل الغاز، وكذلك حتى عندما ربطت الاتصال المغرب ليس من أجل سواد المغرب ولكن من أجل شراكات متنوعة ومصالح متبادلة ما بين المغرب وألمانيا. ونحن نعرف بأن المغرب شريك أساسي في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي حتى لدى ألمانيا وكل دولة تحاول أن تبحث لها عن مصالح مغينة بغض النظر عن الأزمة المتوارثة منذ أكثر من 45 سنة. أعتقد مشكلة الجزائر هي مشكلة ستستمر مع المغرب، لأن الجزائر حطت ووضعت سقف اللاءات مع استئناف العلاقات أو تطبيع العلاقات مع المغرب، وبالتالي لن تنجح أي دولة في الوساطة. ونحن سمعنا كذلك أن ماكرون قال بأنه سيعقد قمة مصغرة، واليوم نفى أنه سيعقد هذه القمة لأنه يعرف مسبقا بأنه سيفشل في هذا المسألة. أشكرك جزيلا الشكر سيد العفاس مراسل 24 نيوز والمختص في الشأن الأفريقي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.